تضامنا مع أبناء الشعب المصري وردا للوفاء بالوفاء نتاج التضحيات التي قدمها الشعب المصري إبان الثورتي سبتمبر وأكتوبر. القوميين والسياسيين والأكاديميين من أبناء اليمن يقفون وقفة تضامنية مع الشعب المصري وجيشه الوطني وقيادته السياسية. هي تعبير عن مدى حب الشعب اليمني تجاه الشعب المصري والعلاقات الأخوية الأزلية منذ القدم، وكذلك تعبير عن شكر الشعب اليمني لوقوف مصر أيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ووقوفها الكبير لدعم الثورة، ولولا وقوف مصر لما انتصرت ثورة سبتمبر وأكتوبر. وقوف الجيش المصري وتضحياته القومية مع اليمن بل والأمة العربية والإسلامية عموما كان لابد لها من إشادة وشكر على كل المواقف القومية الشجاعة التي يحاول البعض ضمصها. جيش مصر هو جيش كل العرب، ولقد شارك في كل المعارك من أجل تحرير فلسطين وفي كل المعارك في اليمن، ودعم الثورات في كل المناطق والدول، وخاصة حركات التحرر في أفريقيا والدول العربية. فكل الدول العربية تقدم جزيل الشكر لمصر على مواقفها القومية، وخاصة أيام الزعيم الخالد إلى أبد الآبدين جمال عبد الناصر. كلمة الأكاديميين العرب أكدت على وحدة الصف المصري ودعمها الكامل للإرادة المصرية، وأن من يحاول أن يزعزع أمن مصر فليس منها بشيء. وكل من يريد أن يلحق الأذى بمصر ليس منا، هو مع أهله، مع جماعته، مع عشيرته، هناك حيث أردوغان وحيث لا عرب. يبقى الأهم هو ما أكده بيان الوقفة التي أكد فيها وقوف الشعب اليمني مع إرادة الشعب المصري، مدينا أي تصريحات تصدر من بعض الأحزاب التابعة للإخوان، وأن تلك التصريحات لا تعبر إلا عن رأي أصحابها ووجهتهم الضيقة. فاليمن شعبا وقيادة مع أمن واستقرار مصر وإرادة شعبها الأبي وخياراته الوطنية الحرة. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.